كابتن حضرتك بتتكلم ده عيد ميلاد محمد شريف طبعا بعد المباراه واحتفال اللاعبين بعيد ميلاد محمد شريف. كهربا برضو بص يا كهربا هم ما كلوش التورته دول مولع الدنيا. لو عندكم صوت يا شباب للحاجات دي ولا ما فيش؟ الله ده من يومين يا شباب. ها من يومين كان عبد المنعم كان لا عبد المنعم او نفس الموضوع اتعمل عليه برضو نفس سمعونا يا جماعه الاصوات اتفضل لبس تورتايه في وشه عشان يبقى يطلع كويس. جميل ده بيرس تاو مستخبي بس خد برضه خد نصيبه برضه خد نصيبه. خلي بالك كابتن اسلام المساحه ديت خلي بالك الحاجات ديت بتنعكس ايجابيا على الملعب طبعا يعني الناس ما تشوفش دوت يا عم ده خلاص بقى فكوا بيهزروا الكلام ده لمده العكس. 10 15 دقيقه ومهم جدا خلي بالك ساعات المديرين الفنيين بيسيبوا يعني بيسيب صاله الاكل ويسيب اللعيبه لوحدها عشان تعمل كده اديلهم مساحه المساحه اللي بتكلم عليها اللي حضرتك بتتكلم عليها دي مهمه جدا طبعا للتاهيل النفسي يعني صحيح في يعني في بعض المدربين بتبقى قافله الحته دي شويه لا في مساحه معينه افرحوا واتبسطوا واعملوا كل اللي انتوا عايزينه دي مدارس برضو يعني لكن خلي بالك بكره الصبح هتلاقي وش تاني خالص.